فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز خطبة المطلقة في العدة؟ هل يجوز خطبة المطلقة في عدتها؟ لا، ما يجوز خطبة، لكن المطلقة الرجعية هذه زوجة، ما خرجت من زوجية المطلق حتى تنتهي العدة، فلا يجوز لك تخطبها وهي في عصمة زوج. أما المطلقة البائن فهذه يعرض لها تعريض ولا يصرح، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، تقول إني راغب بزوجة وأنا ودي بزوجة وأنا تعرض عندها يعني كذا. أما أنك تقول أريد أنا أبى تزوجتي لا طلعتي من العدة، ما يجوز هذا. نعم، ولكن لا تواعدوهن سرا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.